منورني ومنور شاشة قناة الأهلي النهاردة نجم النادي الأهلي كابتن محمد محمود. برحب بيك يا كابتن. في البداية طبعا رمضان كريم، كل سنة وانت طيب يا كابتن. عايزك تقولي يعني ايه الأجواء بقى الرمضانية بتاعتك، يعني عملت ايه مثلا رمضان اللي فات وناوي تعمل ايه رمضان ده؟ لا، هو رمضان اللي فات يعني كان يعني الطقوس بتاعته كانت غريبة شوية، لأن الكورونا يعني ربنا يشيلها عننا كلنا طبعا. كانت الاجواء مختلفه شويه، يعني كان ملتزمين اكتر بالبيت، كنا ملتزمين اكتر بالاجراءات. لكن رمضان اللي جاي يعني هنحاول نجتهد اكتر يعني. طيب عايزين نطمن طبعا الجمهور عليك، تقول لنا بقى ان شاء الله البرنامج العلاجي بتاعك يعني ان شاء الله هيخلص امتى، ترجع للتدريبات الجماعيه امتى والكلام ده. تمام. هو يعني اول حاجه انا يعني الحمد لله دلوقتي الامور مستقره جدا الحمد لله. يعني يعني نزول الملعب هو متوقف عليا انا، يعني هو دلوقتي فاضل اللي هو الجانب البدني والنفسي بس اللي هو يعني اللي هو المستعد نفسيا ان انا انزل الملعب، والبدني لان برضو البدني يعني قعدت فتره طويله جدا مش بتمرن في الملعب، فيعني البدني بيبقى محتاج وقت شويه مع الكابتن الاحمال وكابتن الاحمال بتاعنا. ف يعني حته الوقت بالظبط دي مش اقدر احددها بالظبط، يعني هي على حسب محمد يعني بس لكن يعني هي الحمد لله بطمن الناس، الحمد لله الامور مستقره وماشيين على خطه ثابته، وان شاء الله يعني ربنا يكرم في اقرب وقت باذن الله يعني هنزل ان شاء الله. طيب شايف في حاجات اختلفت عن محمد محمود قبل النادي الاهلي وبعد النادي الاهلي عند حاجات مامك؟ اختلفت في شخصيتي يعني؟ في شخصيتك، في الاداء، في كل حاجه. يعني بص انا اتطورت كتير جدا بعد ما جيت، يعني ذاكرت كتير، ما كنتش بذاكر قوي، المذاكره اللي هي يعني اذاكر في الكوره اكتر، يعني ما كنتش بذاكر، يعني دلوقتي بقيت اذاكر كتير وبقيت اتفرج على حاجات كتير في البوزيشن بتاعي في الملعب. يعني قبل كده ما كنتش بعمل كده، بس ما اعتقدش يعني، بس يعني في الملعب بقى لسه مش عارف لما ابتدي العب ان شاء الله. في فرق ما بين لعيبه الاهلي واي لعيبه فرقه تانية؟ في فرق؟ يعني شايف في فروق طبعا. ايه الفرق؟ الشخصيه اعتقد، يعني شخصيه وبدنيا، يعني شايف في فرق بدنيا؟ يعني الشغل على النفس يعني كتير. انا شايف يعني انا بس انا شايف الشخصيه اكتر، يعني شخصيتنا بتختلف جدا بعد يعني في المباريات، في طريقتنا في الكلام مع بعض بشايفها مختلفه جدا بصراحه. يعني البدني في ناس كتير ممكن تشتغل بره كويس، لكن الشخصيات عندنا بتبقى قويه جدا جدا، يعني بتتغير. يعني انا اتغيرت شويه في الملعب وبره الملعب، يعني ما كنتش اقدر اشيل مسؤوليه كبيره قوي كده، يعني ان انا في الملعب ابقى حاسس ان انا مثلا في فرقه شايلها على كتفي واسم نادي كبير زي نادي الاهلي، فالموضوع بيختلف شويه بصراحه. انا شايف ان الشخصيات بتختلف، دي وجهه نظري يعني. يعني انت شايف ان ابرز مثلا حاجه في اللعيبه بتاعه النادي الاهلي المسؤوليه؟ بالظبط، انه انتوا كلكم دايما في ظهر بعض بالزبط. بتخافوا بالظبط، في ظهر بعض جدا، كمان بره الملعب قبل جوه الملعب، يعني انا شايف كده. ممكن الناس شايفه حاجه تانية بقى. دي مين قريب منك من اللعيبه؟ طيب والله هو ندفد وسعد، بس يعني الفترة دي بقى برضو يعني متولي والشناوي بصراحة. يعني مين بتعملوا حس كده في المكان، تخرجوا بقى بره إطار اللعب بنخرج بره يعني نخرج مع بره بعض تمرين، يعني مثلا لو هتخرجوا مثلا النهاردة مين قريب منك بتحب تتكلم معاه، بتحب بتحس ان هو شبهك؟ ندفد بصراحة. ندفد لان بعرفه من زمان جدا 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 من ايام منتخب الشباب، فالموضوع برضو يعني كسر منطقه الحدود دي، ف مع بعض يعني كويسين. طب انا عرفت كده يا كابتن ان انت بتحب تقعد في النادي الاهلي. اوبا، يعني بره التمرين بتحب كمان تقعد جوه النادي الاهلي، بتحب جو النادي قوي. احكي لنا بقى الحدوته دي، يعني ليه بقى بتحب تقعد جوه النادي؟ والله مش عارف، بس نفسيا هو سبحان الله ما ارتاحش نفسيا غير هنا وحياه ربنا. يعني لو التمرين بيبقى أربعة العصر، ببقى هنا مثلا 11 بالكتير قوي، بنصلي هنا الظهر مثلا. التمرين يخلص 6 مثلا، اللعيبه تمشي 7 بالكتير قوي، يكونوا كله مشي، انا لا بقعد مثلا 7:30 8 قاعد. يعني بحب قوي نفسيا برتاح هنا. سبحان الله، بس مين صاحب المعلومه دي؟
انا معايا معلومات على فكره، يعني انت ما تعرفش انا حاجه. ربنا يستر. طيب قول لي ايه اكتر حاجه مثلا شايفها اختلفت فيك كمحمد محمود بعد انضمامك للنادي الاهلي؟ حاجه ابرز حاجه، ابرز حاجه في شخصيتك اختلفت فيك قوي، يعني بقيت ملاحظها يعني بعد انضمامك للنادي الاهلي. مش شايف، ممكن بقى الاقرب يعني الناس القريبه مني هي اللي تشوفها. يعني انت مش شايف فيك حاجه مثلا اتغيرت قوي؟ لا بعيدا عن المسؤوليه طبعا، هو كده كده احنا عارفين دي قلناها. النادي الاهلي يعني هو اصلا نادي مسؤوليه، يعني كلمه شخصيه اللعيبه دي، ما انا من ضمن اللعيبه فقلت يعني بالظبط. لا شخصيتك انت بقى كمحمد ولا عشان بعيد مش هتبقى. لا طبعا يعني قصدي شخصيتك انت كمحمد محمود بره بقى يعني النادي. لا ما حاسس ان انا ما اختلفتش بصراحه، يعني هو انا اصلا يعني انا بيتوتي شويه، بحب اقعد في البيت شويه يعني قوي، فما اختلفتش يعني. بحب اخلص، بحب اركز قوي في التمرين واخد واخلي جسمي ياخد الراحه الكافيه عشان اقدر اكمل بقيه الايام بشكل كويس. انا منتاليتي يعني اللي هو ما انا ما يعني اكتر حاجه بفهم فيها في حياتي هي الكوره، انا ما بركزش في اي حاجه تانية غير الكوره، عمري ما بركز في اي حاجه، ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، هي الكوره بس، ما بفكرش غير فيها. يعني مش عقد يعني، بس هي الكوره حياتي بجد يعني. ما برتاح نفسيا، ما ببقاش مبسوط غير لما بلعب، نفسيا ما ببقاش سعيد غير لما في الملعب بتمرن. يعني هي اصعب سنتين عدوا في حياتي هم دول، اللي هم الاصابه. مش عشان يعني اتصبت وعمليات ولا خالص، انا الفكره عندي ان انا حياتي الكوره، ما فيش حاجه بتسعدني في حياتي غير الكوره. فن احكي لي دخلت طيب الكوره ازاي؟ دخلت الكوره ازاي؟ هو انا جيت اصلا بدايتي خالص كنت جيت الاهلي اصلا، ناشئين الاهلي. ناشئين الاهلي. جيت ناشئين الاهلي بس يعني هو قعدت يومين بس. وايه اللي حصل؟ يوم جيت مضيت ويوم تاني مشيت على طول. طب ليه؟ احكي لي بقى القصه دي. لا هو يعني جيت اول يوم. ايوه. فكنت بتمرن مع الفرقه اللي هي اللي من سني. دخلت ازاي اصلا؟ لا اصل احنا يعني بيت اهلاوي جدا، والدي اهلاوي جدا جدا. جدا. أوكي. فاول اصلا نادي رحنا رحنا عشان نختبر فيه كان النادي الاهلي. فروحت يعني انا رحنا كنا رايحين الترسانه اللي هو جنب البيت. بعد كده رحنا ايه، ما والدي ما رضيش اصلا ينزلني، شاف الوضع شويه فقال لي لا احنا خلاص احنا الاهلي. فروحنا فاختبرت مع سي مثلا مدرب معين، فخدني نزلني مع التيم اللي هو فرقتي يعني اللي هو من سني. ففي اول يوم مضيت يعني، في اول يوم جيت عملت ماتش يعني زي بيعملوا تقسيمات صغيره كده. فمضيت فيها، مضيت على طول في يومها. اداني ورقه اجيب فيها بقى اللي هو شهاده الميلاد والحاجه من المدرسه، انا مش فاكر كويس قوي. ايوه صوره بطاقه والدك ومش عارف بيتهيألي شهاده ايه وشهادتك انت ايوه التفاصيل التأييد انا مش فاكرها كويس جدا يعني. بس فكنت اسعد واحد في العالم. فروحنا وبعدين انا مشواري بعيد شويه يعني. على مدينه نصر برضو يعني بعيد من لو حضرتك تعرف الورق يعني بعيد قوي على أيوة أيوة. فرحت متاخر مثلا، مش متاخر يعني مثلا 3 دقايق. فهم انا ما اعرفش حد لسه برضو جديد. فكنت قاعد اللي هو واخد جنب كده يعني مكسوف برضو شويه. وبعدين كنت قد كده لا لسه. فقعدت شويه بعد كده رحت يعني المدير الفني بقى جه، هو المدرب المساعد هو اللي مضاني يعني. فتاني يوم بقى المدير الفني جه، فالمدير الفني جه خد اللعيبه اللي هو التيم كله جمعهم بقى يعني الشباب كانوا قاعدين وخدهم كلهم ودخلوا بيعمل محاضره وبيتكلم. فانا داخل بقى فقال لي اطلع بره. هو ما حق الصراحه كان جالي متاخر برسومه صغيره ده. فقال لي اطلع بره، فبقول له اطلع بره ليه؟ انا طب ما قلتلوش ليه؟ انا متأيد اصلا، انا اصلا صغير ارتبكت اصلا الخضه لوحدها توترت جدا. بعدين انا طبعي خجول يعني ما اتكسفتش قبل كده، ده شكلي وحش قوي. فقال لي اطلع بره قدام العيال الصغيره. فضايقت فطالع بقى، قلت له انا موجود هنا. قال لي انا موجود، مين اللي موجود؟ اطلع بره يا ابني. كنت لابس بقى طقم اخضر كده غريب وشراب مرفوع كده. ما هو حق الصراحه. فرحت طالع، فوالدي بقى شافني متضايق
يعني طالع يعني خلاص مش ببكي بس طالع متضايق قوي قوي. الموقف يعني على طفل برضه بالظبط. فسبحان الله يعني المدرب اللي خدني ما جاش، انا مش عارف ليه بس قشطه مش مهم. او ممكن يكون اتاخر حاجه زي كده، هو ساعتها في اللحظه دي ما كانش موجود، او ممكن يكون مثلا بيجيب حاجه. فخدني بابايا ونزلنا بيتكلم معاه وبتاع، فبيقول له ليه بتطرده وبتاع. والدي طبعا انا اهم حاجه، انا اهم واحد في الدنيا عنده يعني. فليه واتضايق قوي، فكان تنشن مع المدرب، فراح قال له خد ورقك وامشي. فمشيت على طول يعني في ساعتها على طول. تاني يوم ما لحقتش اخد التيشيرت بتاع النادي. والله ما لحقت. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده رحت على طول على وادي دجله. كان كابتن جمال عبد العظيم ده كان بيلعب في النادي الاهلي في الجيل القديم، قال لي نروح وادي دجله. وادي دجله ده كان ساعتها لسه في الدرجه الثانيه. فقال النادي كويس وبيهتم بالناشئين وهيصعدوا وكده. والدي كان متردد لان وادي دجله كانت يعني كانت درجه تانية، احنا عايزين حاجه تبقى درجه اولى ومتشافه ومعروفه. فقال له يعني لو نشوف حاجه تانية. قال له لا صدقني كابتن جمال كان بيحبني قوي 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 برضه. فقال لي انا عارف ولو في حاجه احنا هنمشيه يعني نوديه احسن حته. فرحت رايح على طول وادي دجله، ومن اول يوم برضه بصراحه من اول يوم برضه مضيت، وادونا برضه نفس الورقه والحمد لله مضينا وكملت معاهم بقى. كان عندي 12 سنه او 11 سنه مش متذكر قوي، لحد ما طلعت فيرست تيم مع الكابتن حماده. بس النتائج كانت متذبذبه شويه، ما كانش ينفع اشارك، كان عندي 16 سنه. بعديها على طول بقى يعني الحمد لله كان ربنا كرمنا والنتائج اتحسنت، فالموسم كان خلص. فابتديت بقى من الموسم اللي بعده كنت بنزل يعني اطلع مع الفرقه شويه، وانزل واطلع وانزل واطلع، لحد ما باتريس كارتيرون. تمام. كارتيرون اتمرنت معاه كتير بس اللي لعبني بقى تاكس. تاكس ده مدرب اللي هو كان ماسكنا في دجله. بدايتي بقى معاه يعني اول واحد لعبني كان احمد حسام ميدو، كابتن احمد حسام ميدو. بس يعني ابتديت بقى العب قوي مع تاكس. بعديها رحت المنتخب الاول مع مستر خفير اجيري، وبعديها بعدها ماتش الاهلي يعني رحت بتاع 4 معسكرات مع المنتخب. بعدها جه ماتش الاهلي اللي هو في الدوري. فعملت ماتش كويس، ومن بعدها اظن يعني ان الاهلي كان خلاص اللي هو ابتدى يهتم. فابتديت بقى اركز جدا في الدور الاول كله يعني. هو انا ما لعبتش غير دور واحد مع دجله يعني، اللي هو باستمرار اللي هو ما بقعدش يعني، هو دور واحد ما كملتوش اصلا. فالنادي يعني خلاص اللي هو ابدا الرغبه، ف لب النداء بقى. تعرف طيب ان جماهير نادي الاهلي بتحبك؟ انت عارف المعلومه دي؟ والله انا بحس ده في الشارع بصراحه. بتحس في الشارع؟ كتير، مواقف كتير جدا بحسها. طب شايف ان ايه سر العلاقه ما بين جماهير الاهلي؟ والله ما مش يعني عارفه ان انت لعبت 60 دقيقه مع النادي الاهلي. 60. فانا عايزه اعرف 60 و 15 مع بيراميدز. يعني 75 دقيقه مع النادي الاهلي، 15 دقيقه مع بيراميدز بالظبط. وكان ماتش سموح زي ما قلت لي. هو 60 دقيقه في ماتش سموحه، وبعد كده 15 دقيقه في ماتش بيراميدز. عايز اعرف ايه سر بقى حب جماهير النادي الاهلي العريق ده لكابتن محمد محمود؟ انت عارف؟ والله ما اعرف. ويمكن من عند صفه عموما في جماهير النادي الاهلي. انا قلت ده على فكره قبل كده في القناه عندنا. انا قلت هو النادي الاهلي كده او جماهير النادي الاهلي يعني بالتحديد، حب الجماهير للاعب هو بيجي كده لوحده. انت اول لما بتمضي اصلا الناس هتحبك لوحدك، بتعمل اي انترفيو هنا قبل ما بتنزل الملعب الناس بتحبك. الناس اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي الناس بتحبه، اي حد. بس بتختلف بقى اللي هو يعني زي مثلا ايه اللعيب بقى اللي بيدي بقلبه او بيتعامل مع بيحب النادي الناس بتحبه اكتر، بيتميز اكتر عن اي لاعب. طاهر انا كنت يعني قلت على طاهر قبل كده، طاهر من اول يوم الناس حبته. ف هم مش جديد عليهم الحب، بس هو بيختلف بقى. مثلا ممكن لاعب يتقبلوه، لاعب بيحبوا شخصيته، لاعب بيحبوا لعبه كده يعني. مش هي حاجه الهيه بقى ان انت الناس تجتمع على واحد، دي بتبقى حاجه الهيه بصراحه. طيب لو ما كانش كابتن محمد محمود لعيب كوره كان ممكن تبقى ايه؟ كان ممكن ابقى ايه؟ انا اول مره اتسال السؤال ده. كان ممكن ابقى ايه؟ ايه الحاجه اللي شايفها شبهك بره الكوره بقى؟
مش انا قلت لك في الاول ان انا عارفه ان انت عمري ما فكرت في حياتي غير ان انا العب كوره بس. بس يعني ممكن ابقى اداري بقى. اداري، موظف اداري. ممكن يعني شايف نفسك لو او مدير تعاقدات مثلا، مدير تعاقدات يعني يعني ممكن تحب تخلص صفقات. ممكن ابقى متحدث كويس يعني. فعلا يعني ممكن، مش عارف، مش متاكد يعني. ممكن اتكلم مع لعيب كوره زي كويس قوي، ممكن اعرف يعني انصحه كويس قوي. انا بقول يعني مش قصدي ان انا ايوه انا فاهمه يعني. انت شايف نفسك يعني في الحته دي بره الكوره؟ ممكن يعني، مش اكيد يعني. يعني ممكن نجرب كده اسبوعين. علاقتك ايه يا كابتن مع السوشيال ميديا؟ علاقتي مع السوشيال ميديا، يعني انت عارف ان هي دي همزه الوصل ما بين الجماهير ولاعيب الكوره. علاقتك بقى في السوشيال ميديا يعني مثلا ممكن تعليقات بتضايقك فتروح قافل الكومنت؟ خالص والله لا، بس انا الوحيد اللي عمري يعني ما اتشتمتش خالص. انا حضرتك انا طب لو حصل، حضرتك انا فندم بقالي سنتين بيتضايق. لو حصل واتشتمت، ما هو الناس بتشتمك ليه؟ ما هو الناس بتشتمك عشان خاطر بتحبك، عايزاكي تبقى كويسه. اللي بياخدها بسلبيه ده انا اسف يعني، ما ينفعش يبقى لعيب كوره او ينفعش يتحط تحت ضغوطات. يعني انت قصدك يعني لو حد من الجماهير شتم على السوشيال ميديا، دي حاجه انت المفروض تاخدها بايجابيه؟ طبعا. هو هيشتمني ليه؟ هو هيشتمني ليه؟ اكيد عشان عملت ماتش مش كويس. فخلاص اطور من نفسي وابقى كويس، هي هي هيشكرني. فهو ده الطبيعي يعني. ما انت ما تفضلي طول عمرك ما بتتشتميش يعني، فطبيعي. انا شايفها طبيعيه يعني خالص، وباخدها بجانب. انا ما حصلتش بصراحه قبل كده ولا عمري حتى في الشارع حد قال لي كلمه غير ان هو بيدعي لي، احنا بنحبك، احنا مش عارف ايه بس. لكن انا ما اتحطيتش في الموقف ده خالص بصراحه. مش هكذب عليكي. طب ايه موهبه عندك مثلا بره؟ بتعرف تغني؟ لا بصراحه خالص. طب يعني بتسمع اغاني شعبي، مهرجانات شعبي؟ لا يعني، هو الاغنيه اللي هي الاغاني الجديده اللي بتنزل دي اللي هي بتقعد تتردد كتير، فبسمعها كتير بس يعني، مش انا اللي بشغلها كمان، فاهمه قصدي؟ لكن مفيش حاجه انت معلقه معاك؟ لا بصراحه خالص. لما بتيجي تعمل اي حاجه في البيت مفيش حاجه بتدندنها كده معلقه معاك؟ حاجه بدندنها حتى لو مش اغنيه شعبي، اي اغنيه. انا مش ماليش والله يعني، ساعات انا ما بقولش غير ايه كده المنصور السلمي، بقعد اقولها على طول. بس مش متذكر يعني، في حاجات ممكن اقولها طبعا، في حاجات لو علقت معايا ممكن اقولها. عندي ولاد اختي بيسمعوا اغاني، فهو ممكن يقول لي ده مش عارف ايه وده مش عارف ايه، فبقول له ماشي سمعني. فبسمعها فممكن تعلق معايا شويه وبعد كده خلاص. لكن مفيش حاجه انت بتشغلها في المود كده؟ لا والله خالص، انا مودي دايما الحمد لله كويس وعمري ما بتعافي. الحمد لله. ايه اكتر حاجه بتخوف كابتن محمد محمود؟ بتخوفني؟ ايه اللي بيخوفني يا محمد؟ عندك فوبيا من محمد؟ ايه؟ خاف من ايه يعني؟ يعني ما اصلها مش اصلها هيقولوا اجابه دبلوماسيه قوي. لا يعني حاجه بتوترك، حاجه بتخليك؟ لا انا ما بتوترش خالص، بس يعني انا اكتر حاجه بخاف عليها هم اخواتي بصراحه، اخواتي ووالدي ووالدتي. خايف على اخواتي قوي قوي يعني. مش قصدي يبالغ يعني، بس انا بحمد ربنا ان ربنا بيبتليني انا وما يبتليش. ما بحبش اشوف اخواتي حد فيهم متضايق ابدا ابدا، اغلى حاجه في حياتي. لا ربنا يخليهم لك يا كابتن. انا قصدي بتخوفك كمان على مستوى بقى الشخص يعني، بتخاف من الحته دي، بتخاف من؟ طب ممكن تقولي لي وانا اقول؟ اصل انا ما فيش حاجه في دماغي والله. يعني بتخاف من الضلمه مثلا؟ بتخاف؟ لا وانا صغير من الرعب، كنت بترعب من الحشرات. في لا. فوبيا معينه مثلا عندك؟ لا خالص، انا كنت وانا صغير كنت بخاف من الضلمه جدا جدا جدا، لكن دلوقتي لا يعني خلاص بقى كبرنا. طيب حاجه لو رجع بيك الوقت تاني هتغير؟ لو رجع بيها الوقت مش عامل الانترفيو ده. يا لهوي يا كابتن ليه كده؟ لا بهزر والله. ليه كده يا كابتن؟ درجات دي؟ لا والله بهزر والله. ما كنتش ممكن ما كنتش اعمل عمليات بره واعمل هنا؟ ممكن يعني. ليه؟ يعني دكتور يعني، هو مش الدكاترة في ألمانيا كويسين جدا طبعا، بس يعني نفسيا ارتحت هنا أكتر. ارتحت ابن بلد يعني. انت قوي بعدين دكتور احمد عبد العزيز ده جميل قوي اللي عمل لي العمليه يعني. جميل بصراحه قوي. مكملين مع حضراتكم تاني في سهره رمضانيه مع كابتن محمد محمود، ولكن بعد الفاصل.
برحب بكم من جديد مشاهدينا مع كابتن محمد محمود. برحب بيك يا كابتن مره ثانيه. طيب قول لي، مش بتفكر تتجوز؟ انا لا والله خالص دلوقتي. يعني لا دلوقتي حاليا لا. مستحيل. ليه؟ حاطط لأن بلان لامتى؟ مش بلان، بس يعني هو انا ما بفكرش في حاجه دلوقتي غير ان انا انزل الملعب خالص. مش حاطط اي حاجه. انا بروح، انا بخلص تمرين بروح انام، بخلص تمرين اروح انام، ما بفكرش في اي حاجه. صحابي بيجوا بيزهقوا مني عشان عايزين ننزل وانا ما برضاش انزل. فانا طبعا طبعا سنه الحياه لازم انا اتجوز يعني، بس مش حاططها دلوقتي خالص يعني بصراحه، هدف قدامي بصراحه. طب لو اتجوزت ممكن تاخد راي مراتك في حاجات مثلا في الكوره، في ليها علاقه بشغلك، ليها علاقه باي حاجه؟ طبعا انا عايشه معاها لحظه بلحظه بصراحه. يعني هتاخد برايها وتعمل بيه؟ لا يعني ممكن ما بتفهمش وتفهم في الكوره توديني في داهيه. لا يعني لازم تكون بتفهم في الكوره. لا يعني ممكن مثلا يعني قرارات الكوره طبعا اكيد انا اللي هقدر اخدها معايا، بعدين انا معايا كمان وكيل. فالموضوع يبقى في الـ في الـ في القرارات المصيريه دي، لا يعني اكيد هاخد رايها وكل حاجه، بس يعني هاخده وارميه في الزباله. لا انت فعلا نيتك ما ينفعش تتجوز. لا والله يعني قصدي اللي هو يعني طبعا هستشيرها طبعا واقول لها على كل حاجه، بس هتعمل اللي انت عايزه في الاخر. مش اللي انا عايزه قوي يعني، بس يعني اللي هو ايه، لان هي برده مش تفهم في قد يعني. طب ممكن تتجوز واحده بتفهم في الكوره؟ ماشي، بس برده مش تفهم قد. هتفهم قد ازاي؟ فاهم قصدي؟ فانا هقدر اخد يعني اكيد طبعا استشيرها، بس هاخد يعني احس ان انا ابقى اعرف اخد قرار لوحدي يعني، احس كده. بس طبعا هشاركها في كل حاجه في حياتي طبعا. لو مراتك قالت لك لو جالك عرض احسن باجر اعلى بره النادي الاهلي؟ بص، هو انا مش محتاج يعني، ما بحبش احلف خالص يعني. بس ما اعرفش، بحلف كتير بس ما بحبش احلف. انا بلعب الكوره بس عشان انا بحبها. والله بجد بلعب الكوره بس عشان انا بحبها. عمري في حياتي ما فكرت في فلوس، باخد كام، بعمل ايه، بودي فلوسي فين. عمري ما فكرت في فلوس خالص خالص. الاداري عندنا هنا لو موجود دلوقتي حاليا، انا عمري ما سالت على فلوس. عمري ما سالت القبض هينزل امتى مثلا، عمري ما سالت انا هاخد كام. اقسم بالله عمري مش عشان انا في يعني في قدام الكاميرا بقول كده، لكن والله يا ريت تسالوا ورايا من ورايا كده الاداري عندنا. انا عمري ما سالت وانا باخد كام، ولا هسال ولا عايز اسال. انا بلعب الكوره فقط لا غير، لان يعني لان انا بعشقها، بس حبا في كره القدم فقط. انا عاجبني والله يا كابتن روحك والله يعني بجد. الحلوه طبعا وحبك للنادي والله بجد. والله. دي حاجه ليها حق الجماهير تحبك. 2020 كانت سنه صعبه جدا بسبب ظروف طبعا الكورونا. انت لسه ايه؟ بس يعني بالنسبه لي كانت يعني تمام يعني. طول ما احنا يعني الحمد لله يعني اهلنا كويسين واصحابنا واخواتنا كويسين، احنا الحمد لله مش متضايقين طبعا. الخروج وكل حاجه الناس كانت بتتخنق، لكن انا عادي، انا تمام بصراحه. ما كنتش متضايق خالص وما كنتش مرعوب من الكورونا خالص خالص يعني. يعني كان يومنا كان جميل، والعيله عندنا كنا بنتجمع وكنا بنصلي التراويح في رمضان مع بعض، وكنا بنعمل اجواء جميله جدا 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 يعني. يعني تمام يعني، ما كناش متضايقين خالص خالص يعني. درس اتعلمته في 2020 او حاجه اتعلمت تقدرها او تفهم معانيها في 2020؟ درس اتعلمته القعده بقى في البيت والسيرش على الانترنت، يعني حاجه اتعلمتها. مفيش اجمل من القعده في البيت بجد. والله يعني انت شايف كده؟ بصراحه مفيش اجمل من القعده ما بين مع والدك ووالدتك واخواتك. مفيش اجمل من كده والله. الكورونا قوي. الكورونا قوي. طيب على حس رمضان المسلسلات تمام موجوده، قول لي ايه اكتر مسلسل تابعته او بتحب دايما تشوفه لما بيجي، او ايه المسلسلات، نوعيات المسلسلات اللي بتحب تشوفها تتفرج عليها؟ لا يعني هو انا مش يعني بتفرج طبعا على مسلسلات، بس مش كيف قوي مسلسلات يعني. ده انت بيتوت يا كابتن بقى يعني ازاي مش بتفرج؟ ما بقعد مع اهلي بقى يعني، بيتوتي مع اهلي. ما بتفرجش على مسلسلات؟ لا بتفرج. اهلك انا اكتر حاجه يعني بحب، اكتر حاجه في البيت بحبها التلفزيون. بس مش يعني اوصلها ازاي؟ مسلسلات بتفرج، بس مش ممكن مش في رمضان. ممكن اجمع مثلا مسلسلات معينه اللي هو اعرف انا اتعلمتها من حد دي. اعرف المسلسلات اللي هي الكويسه قوي قوي وحلوه، اجمعهم بعد رمضان اخش بقى اللي هو ايه. اصل انا بتضايق قوي لما مسلسل مثلا، انا كنت بتابع البرنس السنه اللي فاتت،
اتضايق قوي لما مثلا يخلص على حاجه معينه وتبقى عايز تستنى يوم كمان عشان تشوف الحاجه خلصت. عايز تشوف ورا بعض عشان يعني هم دايما بيشوقوك للحلقه اللي بعدها. فبقيت يعني نفسيا اتضايقت، فقررت بقى ان انا بعد رمضان ان شاء الله بقى بعد رمضان هتجمعهم اجمع بقى واتفرج. طب شخصيتك ايه مثلا في حبك للمسلسلات؟ بتحب الاكشن، دراما، رومانسي؟ لا الدراما اكتر. بتحب الدراما مسلسلات رمضانيه؟ يعني بتأثر شويه. مين ممثل شايفه يعني سوبر ستار او يعني نجمك المفضل يعني الممثلين رجاله؟ عادل امام طبعا. عادل امام استاذ عادل امام انا اسف استاذ. طيب يعني باي حاجه ليه بتفرج عليها بصراحه. اي حاجه. طب مين الممثلين؟ زمان كان احمد زكي بصراحه. احمد زكي وعادل امام. النمر الاسود خطير. يعني بتفرج عليه كتير. طب مين ممثلات البنات؟ البنات؟ لا والله ما فيش، والله مش قصدي والله تناكة ولا حاجة خالص، بس ما فيش. طب ما فيش واحدة كانت فتاة أحلامك وأنت صغير؟ لا أنا وأنا صغير ما كانش ليا في التلفزيون خالص، ولا كنت أعرف ممثلين، ولا ممثل. أنا أقسم بالله بجد ماليش في حاجة في حياتي غير الكورة بس. اللي فهمته من شخصيتك إن أنت شخص يعني عائلي جدا، بتحب تفطر طبعا مع ده الروتين اللي هيحصل في رمضان، إنه الفطار هيكون طبعا كل يوم مع عيلتك ولا بس؟ أنا يعني بقالي رمضانين كده يعني بتعزم كتير قوي بره البيت. وبعدين بقى أنت المفروض يعني كلاعيبة كورة المفروض بنظبط أكلنا، فأنت لما تروح بقى لحد وبعدين لما بتبقى معزومة مع أحسن أكل بينزل، وبعدين بقى ما بينزلش غير الإيه اللي بيتخنك. رمضان كله كده محاشي جلاش. ايوه كل العزايم كده يا جماعه. فيها يا جماعه اقول لصاحبي يا ابني انا لازم بناكل، يعني لازم اصحابي اللي رايح عندهم يا ابني يا حبيبي انا لازم يبقى اكلي خفيف عينيا ما تقلقش. اقسم بالله ما بلاقي حاجه عدله غير والرز. والرز ساعات بيبقى كمان مش مكسرات. والله هتلاقي عليه زبيب وكبده يا عم اللهم اجعله سهل، ما تعمل لي شويه رز وسلطه وخلاص. لا ما يعني بس يعني الدنيا بتبقى حلوه بصراحه. اجواء رمضان بتحب اجواء رمضان قوي قوي قوي. بتفطر وبتتسحر ولا بتفطر بس؟ لا يعني بتتسحر كمان. بنعاني على فكره، بنعاني لان يعني الـ 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 يعني دكتور التغذيه بيبقى محتاجنا ناكل. وبعدين احنا بنصوم فتره كبيره، وبعدين انا اتعذبت في المانيا. انتوا مش متخيلين انا عانيت قد ايه في اسبانيا يا جماعه في رمضان اللي هو اللي قبل اللي فات ده. اتهنت حرفيا المده. لا المده صعبه، انت الفجر هناك بيأذن كام؟ الفجر هناك بيأذن 2:30 والمغرب تخيلي كام 9:30. 9:30 وكنت بتمرن تمرينتين. انا مش قادره يعني مش قادره اوصف لكم يا جماعه بجد. يعني انا تعبت قد ايه هناك. لا تمرينتين وهناك التمرين ما فيش هزار، هم فعلا المان مكان تمرين هتعمله يعني يا عم انا صايم الله يهديك. هم مش فاهمين، هم مش مصدق ان انا يعني مش مصدق ان انا صايم اصلا. يعني انا شرحت له الصيام بيبقى عامل عندنا ازاي ورمضان ازاي، مفيش مش جايه معايا. 9:05 9:05 يا ابني الله يهديك. سعد ونيدفيد انا لحقتهم، كانوا هم جم يوم في رمضان. قعدوا يوم خلاص قال هننزل مش قادرين. لا الموضوع كان صعب. وبعدين انا قعدت بقى كام يوم، 15 يوم كتير برضه. لا تعبت. انا رجعت كنت كتير. عامل زي العصاية ما كنتش باكل. وبعدين انت لما بتصومي فترة طويلة مش تاكلي كويس، لان يعني لقمه واحده بس ممكن تشبعك. اظن كده ولا انا لوحدي كده؟ لا هو بصراحه في رمضان فعلا يعني انا هتكلم عن نفسي. يعني ما اول ما باكل على طول خلاص. صح ايوه. وبعدين بقى لو يا سلام بقى لو شربت بق ميه والله ما ادوي. خلاص فعلا دي حقيقه. عشان كده سالتك بتفطر وبتتسحر، في ناس خلاص بتبقى قفلت من الفطار. لا يعني في رمضان هنا احنا نحمد ربنا قوي يعني. هنا نعم. المغرب الفجر 5 والمغرب 6 ايه الحلاوه دي؟ أيوة هو ده صيام ده. فلا اتهنت هناك. يعني الموضوع كان صعب جدا جدا جدا. في الفقره دي ماشي. ايوه هسالك على حاجه حلو تقول لي او لا. او لا. هسالك كام حاجه كده تقول لي او لا. حلو مفيش علل. صباح الفل. او لا. صباح الفل كملي. تعصبت قبل كده لدرجه ان انت كسرت حاجه قدامك؟ تعصبت. تعصبت لدرجة ان انت كسرت حاجة قدامك؟ هو كنت اكسر رجلي اصلا. فاكر الحاجة اللي تعصبت يوم ده الفاينل بتاعنا بتاع الاهلي والزمالك بتاع افريقيا.
والله مش قصدي حاجه يا حسين، بس انا كنت هكسر الحديد اللي قدامي يا حسين بصراحه، كنت هكسر رجلي والله من النرفزه يعني. طب شتمت حد قبل كده وانت بتسايق؟ شتمت؟ لا والله خالص خالص، اصلا انا يعني معظم الوقت بخرج بدري، فالدنيا بتبقى ماشيه معايا يعني سهله. لا يا كابتن، مفيش دنيا هاديه خالص. بدري او والله بدري، والله بدري امتى بقى يعني؟ 9 الصبح بقى؟ لا يعني ممكن اخرج قبل الموظفين ما يخرجوا اللي هو على شغلهم، يعني مثلا من 8 دي كل سنه وانت طيبه بقى عايزه تروحي يبقى تروحي بعد الشغل. لكن انا بخرج قبل بقى، مثلا ممكن اخرج لان يعني الورق هنا قريبه، فممكن نص ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي اكون هنا. فبخرج على 7:30 8 ل 10 بكون هنا كده، فاهم قصدي؟ بس عمرك اتخانقت مع حد من اللعيبه او شديته كلام؟ شديته خالص، ده انا ألذ واحد في الفرقه. عمري ما قفشت مع حد في هزار. عمري في حياتي ما قفشت، على طول بهزر، على طول بحاول افك الاوضه كده يعني، فاهم؟ اليوم يمشي يعني عشان بس بيحصل يعني مشادات كلام ما بين اللعيبه. والله عمري ما شديت، ما حصلتش قبل كده والله. لا يعني مش عايز احلف بالله كذبه، بس انا مش فاكر ان عمري شديت مع حد خالص خالص يعني. طب ممكن تخرف وانت نايم؟ اخرف؟ انا على طول بخرف. على طول بتخرف؟ فاكر حاجه مثلا قلتها او حدا مثلا من اهلك؟ لا يعني هم بيقولوا انت بتنادي وانت نايم، ما بتنادي على حد، بتتكلم. معظم كلامي برضو كان بيبقى في الكوره، ف مش 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 متذكر حاجه، بس على طول بتكلم وانا نايم، مش على طول قوي يعني. مره تعبان ولا حاجه اروح منادي على حد وانا نايم كده من التعب كده. طيب عايزين نطلع بره مراتك، عشان انت قلت ان انت مش في النيه خالص دلوقتي. لو مامتك عملت اكل مثلا ما عجبكش او لسه عامله والله اول امبارح، بتقول لها عادي؟ ما انا قلت لها حلو، بس بعد كده قلت لها قلت لها انا كنت بكذب عليك على فكره، هو وحش اصلا. ليه بقى؟ لان اخواتي دقوه. فقالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ يعني هي كانت عملت، مش فاكر كانت عملت ايه، فراخ نجريسكو باين ولا مش فاكر كان ايه. فهي خدت ال يعني هي بتتفرج على الشيف علاء الشربيني، اسمه علاء صح؟ صح؟ بتضحكي على لسه قلت حاجه؟ ايوه. اللي هو اسمه علاء الشربيني. فهي بتتفرج على التلفزيون وبتكتب بقى، وما اعرفش بتكتب ولا لا، انا مش عارف هي المكان اللي هي بتتفرج عليه، انا الله اعلم. فعملت لي ايه النجريسكو دي. المهم فقاعد انا طبيعي بقى، ببقى خلصت تمرين طبعا، ببقى مش شايف حاجه قدامي غير ان انا عايز اكل يعني جعان. فعملت لي الفراخ النجريسكو دي وطلعتها لي. يعني احنا هم في الدور اللي تحت وانا في الدور اللي بعد، في الدور اللي فوق انا واخويا يعني شقتنا لوحدنا. ف يا هم اول لقمه بقول يمكن انا اللي جت لي كورونا. هوب اللقمه الثانيه، لا قلت بس اقف في حاجه وقفنا. اكتشفت ان هي يعني بدل سبعت يعني شيف علاء، عايز اقول شيف صح ولا اقول استاذ علاء؟ شيف علاء. شيف علاء. فهي ما اعرفش جابت الملح دي منين يعني. هي حطت بقى غالبا التاتش بتاعها بتاع الملح ده. هو الشيف علاء ما كانش قايل ملح، وهو راحت حاطه ملح. لا وحطت ايه ما شاء الله يعني كتير بقى. ما اعرفش بقى عندها حبه البركه زياده. ما كملتش الاكل؟ لا ما هكمل ايه ما. ونزلت قلت لها حلو ازاي؟ جميل. تسلم ايدك، مفيش اجمل من كده. فاخواتي جم بقى، فراحت ماسكاني امي بقى، ماسكتني تقول لي حلو، انت بتضحك عليا؟ لا لا مش بضحك عليكي، مش ده كان جميل. بضحك عليكي ليه؟ قالت لي ما اخواتك دقوا الاكل وانا دقته وحش. انت بتجاملني ليه؟ هي اعترفت. قلت لها مش بجاملك والله يعني، بس يعني الموضوع صعب يعني، لو قلت لك وحش هتتضايقي وانت تعبتي في الاكل وبتاع، فقلت يعني اجاملك شويه. طلبت إيه؟ اكل من بره؟ لا يعني قعدت حاسبن بقى على الشيف علاء. غسلت المواعين طيب قبل كده؟ ايه؟ غسلت المواعين قبل كده؟ اه. كان عقاب ولا كان لا لا خالص، ده انا اكتر واحد متدلع في العالم بس انا يعني ما عملتوش في البيت، والدتي ما بترضاش. اقول لها عايز اساعدك ما بترضاش، انزل لها المطبخ ما بترضاش. انا عملته في يعني لما بنكون رايحين مثلا قاعدين في شقه لوحدنا، مسافرين في حته مصيف مثلا، رايحين السخنه الساحل كده يعني. البيت بيبقى احنا واخدين شقه يعني، شقه مثلا واحد صاحبي مثلا رايحين نقعد فيها، فاحنا بناكل بعض او بنجيب اكل مثلا مش عارف ايه. فالاطباق بتبقى مثلا ممكن تبقى
بتبقى كتير يعني وحشه. فبخش انا بقى مثلا انا بحب يعني بحب المطبخ قوي انا يعني. بحبه يعني. تعرف تطبخ طيب؟ والله انا بعرف اعمل مكرونه وبعملها حلو وبعرف اعمل سلطه حلوه يعني. بتساعد نفسك لو قاعد لوحدك؟ لو قاعد لوحدي هتعرف تساعد نفسك. بس يعني مش قوي برضو يعني، مش هكذب عليك يعني مش هقعد كل يوم اكل مكرونه. اكيد. بعدين المكرونه اصلا المفروض ان هي حاجه بتزود الوزن بسرعه. فغالبا يعني دايما المفروض الرز، فانا مش قوي في الرز يعني. لكن لما بقعد لوحدي غالبا الدليفري بقى. كنت طفل شقي؟ شقي بس في يعني مش شقي بعمل مشاكل، شقي حلو يعني مش بتعمل مشاكل خالص يعني. طب عمرك نطيت مثلا من على سور مدرسه قبل كده وانت صغير؟ لا انا كنت جميل قوي في المدرسه يعني. ما النادي في دجله كانوا مديني جواب ان انا اخرج كل 3 ايام قبل الجرس. فيعني لعبت قبل كده. احكي موقف بس عشان اليوم الرابع ده لي موقف يعني. يعني كنت بلعب مع المدرسين فالمدرسين بيحبوني، كنت لعيب كوره يعني، كنت بعرف العب شويه يعني، فكنت مفارق شويه عن اللي معايا في المدرسه في المعهد سوري انا ازهري. فحبوني شويه والمدير نفسه كمان حبني بعد ما عرف ان انا يعني بلعب في نادي وشخصيتي كمان كنت يعني عادي اللي هو مش مع زمايلي كويس وبره الشارع كويس. كانوا بيسالوا دايما علينا المدرسين اخبارهم ايه وبيسالوا علينا اهالينا وكده، فحبوني شويه يعني. فاليوم الرابع بقى كنت بخرجه كده بالحب يعني. البواب بتاع المعهد كان يروح فاتح لي الباب واطير. ما كنتش بنط الصراحه خالص، عمري ما نطيت يعني. كنت حتى خايف انط يعني. كنت الازهر عندنا شويه يعني قوي قوية طبعا. إدارة قوية. هي مرة واحدة بصراحة بس ما نطتش من فوق السور يعني. ما دخلتش خالص. مرة واحدة. ليه بقى رحت فين؟ كنت خايف ما رضوش يطلعوني لأن كان يوم مش رابع بقى يوم خامس، فأنا خرجت الأربع أيام، فاليوم الخامس عايز أخرجه هيبقى صعب الموضوع، فما دخلتش أصلا. قلت أريح الجمجمة يعني وقعدت برا شوية. بعد كده رحت مروح يعني. انت خرجت مامتي يا والدتي بقى بتقول لي انت خرجت ازاي وكده يعني، ف عادي باخد الجواب يعني كده. لا ما قلتلهاش، هم عرفوا دلوقتي. كل الاسرار دي عرفوها دلوقتي. عرفوا دلوقتي. بتخاف من الكلاب او من القطط؟ تخافش من الحاجات دي خالص؟ ولا اي حاجه ولا اي حشرات. طيب في الفقره دي هخيرك ما بين حاجتين. هو فين الاول؟ لا مش حضرتك قلت لي انك هتعمل هسالك اسئله وتقول او لا؟ ما هي دي او لا. احنا عديناها؟ عديناها خلاص والله العظيم. انا ما قلتش ولا مره او لا. لا ما احنا قلنا حصل ولا حصل. بس انا بقول السبب بقى. بالظبط. لو في حاجه بنعقب. في الفقره دي هخيرك ما بين حاجتين وهتختار حاجه منهم. حلو. اختار ما بين القوسين. بالظبط. اختار ما بين القوسين. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد طبعا. كنافه ولا قطايف؟ لا كنافه. بطولة افريقيا ولا دوري؟ الاثنين. لا هتختار حاجة. الاثنين. حاجة كده. افريقيا. المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ بس انا حياتي كلها كانت مع مدربين اجانب يعني، ما اتمرنتش مع حد غير ميدو، وميدو برضه يعني يعتبر اجنبي فيها شويه. سياسه المدرب الوطني ولا سياسه المدرب؟ ما انا ما حضرتش مدربين او وطني كله مدرب. ما بتسمعش مثلا؟ مش شرط تحضر، ما بتسمعش مثلا؟ يعني عادي كلام كله تقليدي. مش المدرب المصري احسن ولا المدرب الاجنبي احسن، هو على حسب يعني المدرب هو شخصيته عامله ازاي، تمارينه عامله ازاي، فكره بره الملعب، شخصيته بره الملعب كده يعني. ما كله هنا بيتكلم ان مستر مانويل جوزين شخصيته اقوى شخصيه عدت يعني. فهي بتبقى مش كفكر مدرب اكتر، لكن كشخصيه مدرب اكتر. شخصيه المدرب بتفرض شخصيتها على اللعيبه جدا يعني. اللعيبه كانوا بيتكلموا دايما، او يعني سعد لما بتكلم معاه بيقول لي ان شخصيه قويه جدا 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 يعني. ده كان بينعكس على اللعيبه في الملعب. شخصيه اللعبة بتبقى قويه من بتكتسبها دايما من المدرب. المدرب طبعا. ف ما مش عارف بصراحه يعني. انا ما اتمرنتش مع مدربين مصريين. خلينا نقول المدرب الاجنبي بما انك حضرت. حلو ماشي. المدرب الاجنبي بما انك حضرت. ماشي. انا فاكراك يعني سامع فكنت هتقول اوكي. لا لبس كلاسيك ولا لبس سبورتس؟ لا كلاسيك. قهوه ولا شاي؟
يعني مؤخرا قهوه، وانا ما كنتش بشرب حاجه خالص يعني. بس دلوقتي قهوه. صيف ولا شتاء؟ شتاء طبعا. صبح ولا ليل؟ صبح ولا ليل؟ بحب الصبح ولا الليل يعني. بحب الصبح ولا ايه السؤال ده؟ يعني شخص نهاري بتحب تشوف شمس، بتحب تشوف؟ انا بحب الشمس. يعني هنعتبر الصبح. نعتبر الصبح. ماشي. تمرين ولا اجازه؟ تمرين ولا اجازه؟ لا تمرين، ما بحبش اقعد يعني في البيت يعني. بحب اقعد في البيت بس مش طول اليوم بقى في البيت يعني، لازم تمرين واجي اقعد في البيت. فتمرين. لا انت شايف نفسك تمرين يعني. تمرين. انت حابب اكتر؟ أوكي. تمرين. اكل جاهز ولا اكل بيتي؟ لا اكل بيتي. محشي ورق عنب ولا محشي كرنب؟ الاثنين. الاثنين؟ لا انا عايزه حاجه، يا ورق عنب يا كرنب. ورق عنب. ورق عنب. نورتني يا كابتن، ويعني انا مبسوطه جدا 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 انك كنت معايا النهارده. انا اكتر والله. ومبسوطه جدا بالجانب اللي طلعناه من شخصيتك، والمشاهدين يعني ما كانتش تعرفه. يا رب بس نكون خفاف عليهم. ان شاء الله نكون خفاف عليهم. رمضان كريم طبعا عليك. الله اكبر. ومبسوطه جدا انك كنت معايا. انا اكتر والله. مشاهدينا، دي كانت نهاية حلقتنا مع كابتن محمد محمود. أشوفكم في حلقة خاصة تانية مع نجم من نجوم النادي الأهلي.